لأن الله خلق الخلق لعبادته، فإذا عبدوا غيره فإما أن يتوبوا ويرجعوا وإما أن يقاتلوا ولا يتركون، لأنهم لو تركوا لنشروا الكفر، لنشروا الكفر، لأن الكفار يدعون إلى الكفر. فالكافر إذا كان كفره ينتشر يقاتل، أما إذا كان كفره قاصرا عليه، كفره قاصر عليه ما يدعو إلى الكفر ولا له نشاط في نشر الكفر، وإنما هو مقتصر على نفسه، فهذا لا يقتل، لأن كبار السن من الكفار الشيوخ والنساء والأطفال والرهبان في صوامعهم، هؤلاء لا يقتلون لأنهم كفرهم قاصر عليهم. وكذلك من خضع للإسلام وبذل الجزية، من خضع لحكم الإسلام وبذل الجزية فإنه لا يقتل، يترك على دينه وتؤخذ منه الجزية ويكون تابعاً لحكم الإسلام، وهذا شره يقتصر عليه. معلوم أن الذي تؤخذ منه الجزية أنه لا يدعو إلى الكفر، لو دعا إلى الكفر انتقض عهده، انتقض عهده، فهو مستسلم، مستسلم تحت حكم الإسلام، ويدفع الجزية التي فيها الذلة والصغار، هذا يترك. فالذي يدفع الجزية لا يقتل، الذي الشيخ الكبير لا يقتل، الصبي، الأطفال لا يقتلون، النساء لا تقتل، الرهبان الذين تركوا الناس وانعزلوا في صوامعهم للعبادة لا يقتلون أيضاً.